ويقول: وهل يجوز تلبية دعوتي من يعمل في البنك؟ وهل طعامه حرام؟ وهل أنا آثم لعدم التلبية؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان ليس عنده مال إلا ما يأخذه من عمله في البنك فلا تأكل عنده، أما إذا كان عنده مال آخر، عنده مال آخر مباح، فلا بأس أن تأكل من طعامه، ولو كان من عند شيء من أموال الربا. إذا كان طعامه مختلطا من الحلال والحرام تأكل، لأنه لا يجزم أن هذا الطعام كله من الحرام. نعم.